باش يجيبوا الماء، ولا حبوا يبنيوا باش يعيشوا معيشه كريمه ما يقدروش. الترونسبور باش يجيب السلعه من تحتك لهنا لازم لك واحد زوج ملايين. الانسان هذا يا الزوالي المسكين اللي واحد ما سمع به في اعالي تيزي وزو في قلب العاصمه في الجزائر الظلم والحقره، شوفوا كيفاش راهو يعاني. الاخ الكريم الاسم الكريم. انا اسمي حيوبوانا. يحيوي بوانا. حيوبوانا ما عندي لا الدار لا والو. بولادي. وبولادك؟ بولادي دوكا عندي مرض مونطان وعندي نخلصت 300 ألف في الشهر. 300 ألف في الشهر؟ 300 ألف في الشهر. كيفاش دير تجيب الغاز؟ كيفاش دير تجيب الماء؟ ما تقدر ما تعيش بهم والو كاع. ما تعيش كاع بهم كاع، كل ما يعاونيني وش الناس ما نقدرش كاع نعيش كاع. أخي المشاهد أنا. دوزنا هذو كاع يكشروني الناس. ما نقدرش كاع نشري حتى حاجة. اخي المشاهد حنا رانا في اعالي منطقه تيزي وزو، لو كان ما كاش الناس المحسنين لهذا الانسان راح يضيع هو ومرته وبنته. هذا الدار اللي راكم ثلاث بنات، هذا الدار اللي راكم تشوفوا فيها راح تريب. لو كان نوريو لكم وين راهو يطيب تعرفوا باللي جزائر الظلم ومازلنا في الاستعمار. تبعونا خوتنا شوفوا الضاله كيفاش راهو عايش. هذا الضاله لا قدر الله يكون يلعب بيه بهنايا الطيح وما عندوش باش يعاودها. الله غالب زوالي راي تريب دارو. تبعونا خاوتنا تبعونا وين هنا يروح. هاد الدار تسمى ما راكم ساكنين فيها، شوفوا يا خاوتنا شوف شوف، هذه في اعالي تيزي وزو. حنا رانا في اعلى منطقه لازم تخدمهم، ما نخدموش غير العاصمه، ما نخدموش غير الولايات، ما نخدموش غير وين يشوف حمد. انا نبلغ لك ليك يا المسؤول، يا المسؤول انت راك مسؤول على هذه الولايه، ماشي غير مسؤول على الطروطوار والدودانه والباتيمو وتصبغ وتقول لهم تو فابيان، ومن بعد الشعب هذا ينتفض ويقول لك حقرونا وتقول لهم لا لا ايادي خارجيه، لا لا خويا العزيز لازم تخدم، لازم الصرامه في العمل. شوف خويا تبعني كاميرا مار، تبعني خويا نازم تبعني. الدار ديجا هادي راهي مايله للتحت، راهم بانيينها في جبل، تبعني. الناس هادو ما في الثلج. يطيح عليكم الثلج. وكيفاش ديروا في الشتاء الاخ الكريم؟ خطره خطره تاع علينا ثلج، ثلج خلصوا انا. تخلصوا اه. تخلصوا البرد تاع صاحبي. البرد وكيفاش الغاز كيفاش ديروا؟ الغاز تجيب بالقرع. وش علاش يستقام لك الغاز كي تحب تجيبها من تحت لهنايا كلونديستا ودراهم وطونوبيل؟ 23000 يعني كلها قرع 25000. بصح الترونسبور تاعها اكثر منها. الترونسبور تاعها اكثر منها. سيادة المسؤول أنا نبلغ لك رسالة من هذا المنبر، من رسالة مواطن. هذا الإنسان الطفلة هذه مسكينة اللي في عمرها 4 شهور كيفاش راح تدير؟ شوف البلافون كيفاش هو مشقق. شوفوا خاوتنا هذا ديجا راهو طاح. لا قدر الله الطفلة هذه راهي مكسلة، لا قدر الله الطفلة هذه راهي مكسلة وتطيح وتموت. واحد ما يسمع بها، واحد ما يبكي عليها، يبكي عليها غير ماليها. باباها مسكين معاق، باباها معاق عقليا، مريض مسكين مالاد مونطان. المحسنين هما اللي راهم يعاونوا فيهم. بصح المشكل تاعنا احنا كي نكونوا في العاصمه مهنيين كلش قدامنا نبداو نشكي ونبكي وكذا. المشكل المواطن اللي عايش في المناطق النائيه، ما هو مصيره؟ المسؤولين توجور كي تهضروا تهضروا على الولايات الداخليه، الولايات اللي يشوفوهم، اللي يشوفوهم رئيس الجمهوريه، اللي يشوفوهم المسؤولين. بصح انايا نحاسبكم من هذا المنبر باللي الناس اللي راهي عايشه في الجبال وفي الصحراء راهي تعاني وواحد ما يسمع بها. تبعونا خاوتنا دوك نكمل لكم. شوفوا بيبي لا اله الا الله محمد رسول الله، مسكين بيبي هذا والله ما على بالو كاع كيفاش راهو صاري. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا البيبي ما هو مصيره؟ ولو كان يمرض، هذا الإنسان مريض ما عندوش طونوبيل وش يدير؟ يستنى المحسنين. لو كان ما تكونش طونوبيل تسمى يموت في جبل وواحد ما يشوف فيه. العرق راهو يسيلي سخانة، تسمى البرد ضيق لهنا. تبعني خاوتنا الناس اللي راهي عايشه في العاصمه، ولا انت يا المسؤول اللي راك عايش في الدفا ولا هنا. هذا الإنسان يرقد مع بنته ليه هاك، ثلاث دراري وزوج يرقدوا ليه هاك، معيشة بدائية. تقول رانا في وقت الاستعمار. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوفوا يا ناس تسمى هاد الناس لو كان ما طلعنا لهمش حنا
ما راح يشوفكم حتى واحد. جاو ليكم المسؤولين هنا؟ جامي جا لهنا مسؤول. السؤال يقعد مطروح، علاش ما يجيش المسؤولين هنايا؟ ما يجيوش هكذا عايشين نلبس عليهم، ما يجيوش كاع هما لهنا. ما انا من هذا المنبر، من هذا المنبر نقول لك بلي انا عربي شاوي قبيلي ترقي صحراوي، انا جزائري الاصل، ديني الاسلام، دمي فداك يا وطني. انت مسؤول، مسؤول على هذه البلديه، مسؤول على هذه الدائره. احنا نحاسبوك من هذا المنبر ولا نوعيوك من هذا المنبر بلي هاد الناس عمرك انت ما جيت ليهم وعمرك ما شت فيهم. بار كونتر هادوما مواطنين جزائريين، هذا حامل الجنسيه الجزائريه، حامل جواز سفر جزائري، انت تفتخر باش تكون جزائري. سي نورمال عايش في الجزائر نخلص 300,000، هذا ماشي جزائري يخلص 300,000 الشهر تاع الاعاقه يا اخي. تاع شومارا هذا، تاع شومارا، تاع شومارا حبيت نسقسيكم. عندي 300,000، كيفاش تعيش ب 300,000؟ حبيت نسقسيكم برك. مهبول ما عندها المرض منطق. مهبول نداو في الودايسي، عندي 10 سنين نداو. ان شاء الله ان شاء الله ربي يشافيك العزيز الغالي. اعطيني تشوف الكوارط هذوما، شوفوا خاوتنا هذا الانسان. هذه تاع الشومارة، هذه تاع الشوماج، هذه على بالك وين رانا؟ هذه تاع الودايسي. رانا في راني في اعالي جبل. واش ما تشرى هذه واش ما؟ عفريت سليمان. عفريت سليمان. عفريت سليمان. يعني هذا المسؤول ما جا حتى لواحد على عندكم هنا. تما انت لما قالوا لي تعمروا من التحت. في عمري ما شفت واحد جا لهنا جامي كاع. خاوتنا دوكا نوريو لكم هاد الناس كيفاش راهم عايشين، ومن بعد نوريو لكم المعاناة اللي كيما هاد الناس، ونزيدو نوريو لكم وين يعمروا الماء. سؤال يقعد مطروح في هاد الشهور، علاش ما درت لهمش الماء؟ علاش ما درت لهمش تريسيتي؟ الغاز الحق حتى لفرنسا والطليان، بصح ما لحقش الولايات الداخلية. خويا العزيز الجبال هادوما راك تقول بلي كاين الريسك، دير لهم بيكي، دير لهم حراسة، وفر لهذا المواطن حاجة تدفيه، حاجة ياكلها سخونة. لو كان يخلص له الغاز في نص طياب راح يجوع خويا العزيز في بلادنا بدراهمك وطلاب. قلت لي خو لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا تراب يا اخ. خاوتنا سؤال يقعد مطروح لرئيس البلديه، ماذا تفعل في بلديتك؟ رئيس البلديه ماشي بين اربع حيوط، رئيس البلديه ماشي غير في حمله تاع الفوت تهضر وندير وندير وندير. هاد الناس راهم في هذه الكوزينه، راح تقول لي كاين الالاف، نحيهم خويا العزيز مسؤوليتك. تبعونا خاوتنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخي المشاهد، هل الزوجة الجزائرية ولا الإمرأة الجزائرية تندل هكذا في المناطق النائية؟ إنسانة في لافيل الله يبارك ما شاء الله، ما قريت وراكم في الضيق، ما قريت وراكم ما أراكم حابين تدوا سكنة تسكنوا وحدكم. صح صح، هذه المرأة مسكينة عباكم باش تتقود. سيد هذا مريض، يدي 300,000 في الشهر، ما عندها ما تدير له، تخدم الفخار خاوتنا، تخدم الفخار. تحياتي للمرأة اللي عايشة في الريف وتخدم هاد الحاجة، تحياتي لها. اختي العزيزة، انت اللي راكي تقولي لراجلك دير لي داري وحدي، انت يا اللي ما حملتيش عجوزتك، انت اللي راكي تقولي انا مظلومة. شوفي الامرأة اللي راهي ساكنة في جبل كيفاش عايشة، شوفوا يا ناس، كوزينة بالطوب، كوزينة بالطوب. شوفوا كيش، حبيت نفهم حاجة انا برك، حبيت نفهم حاجة. اسكو هاد الناس في الثلج يسلكوا، الماء يجيبوه، الغاز يجيبوه، كلش يجيبوه، لا إله إلا الله. أخ الكريم، حنا رانا في منطقة تيزي وزو، منطقة تيزي وزو في الجبال، قلت لي رانا معاناة ورانا شفنا بعينينا بلي معاناة، ورايحين نوريو للمواطن بلي راهو يعاني هذا المواطن، وراه الدور المسؤول ولا السلطات الوصية على هذا المواطن. أنت واش تقدر تقولي في رسالة مواطن؟ راك تشوف بعينيك أنا شوكيت دي. الله غير انا تانيك تشوكي، انا شوكي. لا اله الا الله محمد رسول الله، سيرتو كيطيح مع انسان كيما هذا مريض. انسان الله غالب عليه مريض، ربي يشفيه ان شاء الله. راني نشوف كيفاش يعيش هكذا، معناتها كيفاش يعيش وكيفاش يجيب الماء وكيفاش، بزاف على بالك راهو يدور في راسنا اسئله بزاف في راسنا. راني نشوف زعما المسؤولين هذول اللي قاعدين وراهم في رساله مواطن. واش تقدر تبلغ على الناس هادو اللي راهم عايشين في التهميش في هذه المناطق النائيه؟ الناس هادو نحبهم يعيشوا، ماذا بيهم يشوفوا يعاونوهم،
كل واحد يعاونوهم ان شاء الله ان شاء الله على ربي. و اروح لعزيز اروح اخر كلمه واش تقدر تقولها لرساله مواطن المسؤول ديالك؟ انا عطاو لي 70 مليون ما بنيت بهم والو، 70 مليون في الجبل ما دير والو. كليت 70 مليون كليتهم في الطريق؟ كليتهم في الطريق ما كاينش 70 مليون واش فيها 70 مليون. دوكا مازال نسكن هنايا باش نكمل البنيه الفوق، ما كاينش ما عنديش دراهم. والدولار راح طيح؟ الدولار راح طيح، راح يطيح في الشتاء توجور الشتاء تدخل داخل. خاوتنا دوكا هذا الانسان راهو مظلوم وما قدرش يعبر على شعوره، هذا الانسان راهو معمر قلبه ثاني، كي راهو يشوف المناطق، كي راهو يشوف خاوته باللي راهم محتاجين. تبعونا دوك تشوفوا الناس كيفاش راهي ضايعه. شوفوا خاوتي تريسيتي هدايا الزنك وراهي طيب هنا. شوفوا تريسيتي، شوف شوف كاميرا موري لهم منها. خاوتنا شوفوا الناس هذه عايشه في الطوب وعايشه بين الحطب، وشوفوا تريسيتي كيفاش راهي. شوفوا هنا يا ناس، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه تريسيتي ما كاش مين با دومينو، لو كان تشعل النار هذه وتطرد قرعه غاز تما ماتت، ويقول قدر الله ما شاء فعل. المراه هذه تحياتي لها، اللي راهي حامله السخانه، اللي راهي حامله المشاكل، اللي راهي حامله الميزيريه، وعندها تلت دراري، راجلها معاق، تخدم الفخار باش توكل ولادها في الجزائر الحره الديمقراطيه. هادو هما ماشي مناطق الضل، هادو مناطق الظلم، هادو ما لازم اعلى سلطه تحاسب بالمسؤولين على الناس اللي راهم مهمشين هنا. واش راكم ديروا؟ وراو الدور تاعكم، ولا خصكم البيجي نعاونوكم ونوقفوا عليكم باش يعيش المواطن الجزائري في كل منطقه في الجزائر بكرامه. بكرامه، بيسك هذا دل، هذا استعمار. هذا لو كان تورنيو دوك فيه تاع استعمار يجوز. لا لا خويا العزيز يجوز خو، المراه هذه راهي تسوفري، مجيريه ما كاش، الماء ما كاش، الغاز ما كاش، تريسيتي ما بين الحطب، السخانه ما راناش قادرين نحملوا روحتينا، وعايشه في الطب وحامده ربي. رساله للزوجات، شوفوا الناس كيفاش راهي عايشه. تهلاي في والديك، وتهلاي في والدين راجلك، وتهلاي في دارك، وحملي الميزيريه مع راجلك. خوتنا لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الانسان مسكينه البنيته الشويبه، الله يبارك القمره هذه، كيفاش المصير تاعها مع الاب اللي يخلص 300 الف وما يقدر يدير والو. اخر كلمه في رساله مواطن واش تقدر تبلغها للمسؤول؟ انا لازم نقول لك يعاونوني، هذا ما كان يعاونوني بنيوني الدار، هذا ما كان، هذا ما كان، ما كان ما نسحق والو كاع، بنيوني الدار هذا ما كان، وين نسكن مري. عندك ثلاث بنات قلت لي خويا؟ ثلاث بنات، زوج مديتهم ما تحت صغار. اخي المواطن حكمت لي الميكرو. اخي المواطن الله يحفظك، ماشي غير انت يا المسؤول، بيسك انت يا المسؤول طالب قبل بي منك. نظل نقول نقول نقول، ان شاء الله نلقاو التغيير، ان شاء الله نشوفوا الجزائر الغد، ان شاء الله نشوفوا الجزائر الضل هذه تتزقم. رانا في اعلى منطقه تيزي وزو، البنيته هذه شوف فيها يا المواطن الجزائري، تقدر تعاون هذا الانسان؟ رانا في درع بن خده، انا فوت في ايتي حموزه. ايتي حموزه، بلد ايتي حموزه، اي بلديه حموزه. واسمك؟ اسم الكريم شي يعرفوك؟ يحيى ابو علم، نسكن في آخر. ان شاء الله المواطن الكريم يلحق لهذا الانسان ويعاونوهم. الناس اللي راهي دير لي تفلي تقدروا تعاونوهم، الناس الخير تقدروا تعاونوهم، الناس الكاف اليتيم تقدر تعاونوا، بيسك هذا الانسان يتيم، هذا الانسان يتيم البلاد، ناس يتيم الوطن، يتيم المسؤولين، يتيم المسؤوليه، ويتيم الانسانيه، ويتيم روح المسؤوليه. تبعونا تشوفوا هذا الانسان كيفاش يشرب بنته الماء. خوتنا هذه رسالة للمشاهد ورسالة لأكبر مسؤول في السلطة، نوري لك هذا الإنسان والناس اللي راهم عايشين في هذه المناطق كيفاش يعمروا الماء، وكيفاش ياخذوا الريسك تاع الديابة وتاع ناس واحد آخرين بلا ما نقولوا أسمهم. دوكا واش راح ندير لكم؟ راح نوري لكم المواطن كيفاش يعمر الماء. أخي الكريم تقدر تجيب لي بيدون؟ هايا نحبطوا دوكا، تبعونا خوتنا. دوكا تحب ما تجيش معنا؟ ما تجيش، جيب لي خوتنا. كيما راكم تشوفوا هذا الانسان زوالي وعنده وليده معاق 100%. وليد وليد وليدي. وليد وليدك؟ اه اهضر بالقبيليه معليش. نشوف انا كيس انت يعني وين نسيت مساك انت سبور الترسبور اسمه قرض ولاش كوش ولاش يصور دين ولاش المعاونه زي تمو دنا سطر وصل مفرك سنسنت يدي 300 الف اخي المشاهد على هذا الولد. قال لك ترونسبور ما كاش، الماء ما كاش، الغاز ما كاش، هم عايشين في ميزيريه عمقاء. تعرفوا هذه الكلمه؟ عايشين في ميزيريه تحت القاع تاع الميزيريه. كمل عمو. يلزم معنا مدن سكنه يوكل تنتوي او الى فار سبور مقام انظف يعني يا سيدي يا ربي يعني عاوننا قرض يحلو شويه كك.
خالتنا كيما مشينا وعيينا وطبعنا وزلقنا وعطشنا لحقنا لهاد العين. يا ويح المرأة المسكينة والبرد والثلج والريسك. رانا في منطقة خطيرة خطيرة جدا على النساء، صح ولا لا؟ لا الناس هادو ما والله العظيم غير راهي تعاني باش يعمر الماء من هاد البركة وباش يعمر الماء انت ست بيادن سبع بيادن. انتم على بالكم يا النساء تاع الجزائر يا النساء تاع المسؤولين كيفاش ديروا بالماء؟ تدخلي للدوش الكوزينه للماعن التسياق الدراري الراجل للماء للشريب. حبيت نسقسيكم المراه شحال دير مفواياجا باش تعمر العين باش تعمر الدار بالماء؟ باش تعمر الماء بلاك جوج فياجات جوج فياجات خلاص والطلعه هذه كاع تقيه شريب برك. لا اله الا الله محمد رسول الله. خاوتنا باش لحقنا لهنا جبده حتى عينا وهاد العين يتشرب دشره. لا لا بصح حاجه سهله لو كان يديروا التيوات ويديروا لكم الماء، لو كان يدير لكم الماء في الدار مهنيين. لو كان الماء في الدار كاين الماء في صاحبه يجيو في شهر كل شهر باش يجي خطره في شهر الماء تما خطره في شهر يشربوا هاد الناس خطره في شهر بوجه غللو ويضيع هنا. ها